الشعب المغربي والحر التهاني بالحلول السنة الجديدة إن شاء الله. نتمنى للجميع تكون سنة ديال الازدهار ودير الرقي تحت الرعاية ديال السامية ديال سيدنا الله ينصرو. وكتعرفوا جرينا جميع السنوات الماضية في المدية العامة للأمن الوطني جميع التراب الوطني سيما على مستوى ولاية أم الدار البيضاء، كتخاد تدابير أمنية تكون صارمة، كنتلقاو دائما واحد الدعم اللي هو مادي ولوجيستيكي وبشري من أجل باش تستمر هذه المناسبة في أحسن الظروف. دونك حنا الآن بحال اللي شفتوا درنا واحد الاجتماع واللي عطى فيه السيد ولي الأمن عطى فيه مجموعة ديال التدابير اللي خصها تتخاد، وبطبيعة الحال الأساس ديالها هو أننا نوفروا الأمن والأجواء في جميع النقاط اللي غتكون محج ديال المواطنين من أجل الاحتفال بالسنة الجديدة. دونك بعد قليل غادي تنطلق هذه الجموع جميع التشكيلات الأمنية تأخذ المواقع ديالها، لا السدود الإدارية ولا النجادات ولا السيارة ديال الدوائر ولا السيارة ديال المصالح أو ديال السيارة تكون أهبة لا قدر الله. ونتمنوا أن ما تسجل حتى حادثة باش تكون السرعة والفعالية في الإنجاز ديال المعاينات. وبطبيعه الحال بالنسبه للسدود الاداري حنا درنا مديوره من اجل كاين بعض الاشخاص الشباب اللي كيكونوا متهورين كيدوك السياقه الاستعراضيه، فحنا درنا ذاك السدود الاداري من اجل الكبح الجماح ديال هاد القاصرين. دونك بحال غادي تتبعوا معنا يعني راه جميع النقاط تكون مؤمنه الدوريات بحال اللي تكون سدود ونجادات. وبطبيعة الحال عندنا كان الدعم ديال الإخوان ديال القوات المساعدة، يعني تبارك الله عندنا واحد الأسطول البشري اللي غنقدروا إن شاء الله نتوفقوا أننا باش تمر هذه الليلة هذه بخير وعلى خير. وشكرا لكم.